بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي الطلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، معكم مستر طه الغيطي من قناة ذاكر لي حساب الناس. النهاردة إن شاء الله هناخد حلقة مختلفة في درس البعد بالنقطتين في الهندسة التحليلية. طبعا أنت ممكن هتدخل على القناة عندي وهتدخل على قوائم التشغيل، أو لو أنت مثلا مخلي التطبيق اليوتيوب بالإنجلش هتلاقي مكتوب عليه حاجة اسمها بلاي ليست، هتخش هتلاقي القايمة الكاملة بتاعت الصف الثالث الإعدادي الترم الأول، هتلاقي بقى إيه مسائل كتيرة جدا للبعد بالنقطتين. فالنهاردة هناخد مسائل تفكير عليا أو مسائل تفكير في درس البعد بالنقطتين اللي موجودة أصلا في كتاب المعاصر. طيب هنا بيقول لي إذا كانت أول مسألة معايا، هنا بتبقى طبعا مسائل فيها شغل شوية، فعشان كده أنا قصدت إن أنا أجيبها. إذا كانت الألف بكذا بسين وثلاثة والباء بكذا والجيم بكذا، وكانت الالف باء بتساوي الباء جيم، فاوجد قيمه السين. انا عايز هنا قيمه السين اللي موجوده هنا في الاحداثي ده. طب تمام، معنى ان يجي يقول لك ان الالف باء بيساوي الباء جيم، يبقى انا هجيب طول الالف باء وهجيب طول الباء جيم واساويهم ببعض. السؤال دلوقتي اجيب طولهم ازاي؟ بقانون البعد بالنقطتين، بقانون البعد بالنقطتين. فاقول له كده الالف باء بتساوي جذر زي ما قلنا قبل كده، وقوس أس 2 زائد وقوس أس 2، وهنا ناقص وهنا ناقص. وقلنا الألف باء يبقى اجيب الرقم الأولاني مع الرقم الأولاني، المسقط الأول مع المسقط الأول. في مدرسين بيزعلوا جدا لما أجي أقول الرقم الأولاني مع الرقم الأولاني، عايزني أمسك كل مصطلح بمسمى بتاعه الحقيقي علشان بقى إيه ما ببص العلم وما أعرفش إيه والكلام ده. أنا أهم حاجة عند الطالب الرقم الأولاني مع الرقم الأولاني، والرقم الثاني مع الرقم الثاني، اللي هو الثلاثة مع مين؟ مع الاثنين. تمام، هنا 3 ناقص 2 بيديني 1، هتسيبها زي ما هي. ماشي، هتسيبها زي ما هي. ماشي، اجيب مين بقى؟ مين بقى كمان الناحيه الثانيه؟ هنا الباء جيم، هنا الباء جيم، الباء جيم. تمام، الباء جيم اهيت برضو جذر قوس اس 2 وقوس اس 2 ولا ناقص ولا ناقص، والباء والجيم. الرقم الاولاني مع الرقم الاولاني يبقى 3 مع الخمسه، والرقم الثاني مع الرقم الثاني الاثنين مع الواحد. ماشي، اطلع دي كده 3 ناقص 5 2، 2 اس 2 بكام؟ ب 4. يبقى كام؟ ما تنساش الجذر 4 زائد 2 ناقص 1 2، 2 ناقص 1 1، 1 اس 2 ب 1. يبقى يديني كام في الاخر؟ هيديني جذر 5. هيديني كام؟ جذر 5. تمام، اقول له هنا بما ان الالف باء بيساوي الباء جيم، مش هو قال ان الالف باء بتساوي الباء جيم؟ ايوه، يبقى ساوي اللي انت طلعته ده بده، يبقى جذر س ناقص 3 الكل اس 2 زائد 3 ناقص 2 1، 1 اس 2 ب 1، هيساويها بالايه؟ بالجذر 5. يبقى انا سويت الالف باء مع الباء جيم، لان هو اللي قال لي اصلا كده، يعني هو اللي قال لي كده. طب انا عايز اتخلص من الجذر ده، اقول له كده بتربيع الطرفين، بتربيع الطرفين. لما تربع الجذر ده يروح مع الجذر ده، يبقى تكتبها من تاني س ناقص 3 الكل اس 2 زائد الواحد بتساوي جذر 5، بجذر 5 يديني 5. دي بقت معادله، الواحد ده يروح الجهه الثانيه بعكس الاشاره، هي موجب هتروح بالسالب، بقت س ناقص 3 الكل اس 2 بتساوي هيبقى كام؟ هيبقى 5 ناقص 1 يديني 4. طب عايز اتخلص من التربيع، اقول له باخذ الجذر التربيعي للطرفين. لما تاخد الجذر التربيعي وركز بقى في الحته اللي جايه ديت، لان في طلبه كتير جدا بتغلط فيها جدا. لما تاخد الجذر التربيعي الاثنين دي بتتشال، يبقى اتفضل لي هنا س ناقص 3 فهناخد الجذر التربيعي فالاثنين دي هتتشال، هيتفضل لي هنا س ناقص 3. طب الاربعه ديت لما اخد لها الجذر التربيعي، دي بقى الجزئيه اللي بقول لك عليها ان كل الطلبه بتغلط فيها. لما اخد الجذر التربيعي للأربعة يطلع لي موجب أو سالب 2. فلما اخد الجذر التربيعي للأربعة يطلع لي موجب أو سالب 2. دي الجزئية اللي طلبة كتير بتنساها. يبقى س ناقص 3 ديت هساويها مره بالاثنين،
والسين ناقص 3 دي برضه هساويها مره بسالب الاثنين. بقت معادله عاديه، دي تروح الجهه الثانيه بالموجب، يبقى س بتساوي 2 زائد 3، يبقى س بتساوي كام؟ 5. ودي تروح الجهه الثانيه هتروح بالموجب، يبقى س بتساوي 3 ناقص 2، يبقى س بتساوي 1. يبقى هنا مجموعه الحل او س قيمه س بتساوي يا اما 5 يا اما ايه؟ الواحد. طيب السؤال اللي بعديه بقى سؤال حلو قوي. هنا بيقول لي بس برضو نفس الفكره بتاعت المسائل اللي فاتت، هنا بيقول لي ا ب بتساوي ا ج. فين ال ب؟ انا ال ب اللي هو الضلع ده كله على بعضه بتساوي ال ج اللي هو ده. عايز تقول ج واو، ج واو اللي هو ده الجزء ده هو الحل هنا اصلا. مش قال لك هنا ال ب بتساوي ال ج؟ ايوه. يبقى انت هتجيب القانون البعد بقانون البعد بين نقطتين للالف باء، يعني طول الالف باء، وتجيب طول الف جيم وتساويهم ببعض زي اللي احنا واخدينها من شويه. يبقى انا اقول له كده الالف باء واقول له جذر كبير واقول له قوس اس 2 وقوس اس 2 هنا ناقص وهنا ناقص، اشوف بقى الالف واشوف الباء. هنا التسعه مع سالب 6، هجيب التسعه مع سالب 6، وهنا في سالب وسالب يديني موجب، والصفر مع الصفر. دي ولا اي لازمه. بقى 9 زائد 6 5، 5 اس 2 هتبقى 25، 15 اسف، 9 زائد 6 15، 15 اس 2 انا كنت قلت 5 وكملت المساله ما كانش حد رحمني في التعليقات. 9 زائد 6 5، 15 برضه 5، 15 اس 2 يديني 125. 9 زائد 6 15، 15 اس 2 هيديني 225. بقى الالف بقى بتساوي الجذر 225. خلاص كده؟ خلاص. يبقى انا طلعت كده جذر كام؟ 225، بيديني في الاخر 15. بيديني في الاخر كام؟ 15. لما اخد الجذر لل 225 هيديني في الاخر ال 15. طب عايز اجيب طول مين؟ الالف جيم. الالف والجيم، يبقى لازم ان يكون الاحداث بتاعهم موجوده. الالف هو موجود ده بالجيم. الاحداث بتاعت الجيم مش موجود. الاحداث بتاع الجيم مش موجود، بس خلي بالك الاحداث بتاع الجيم نازل هنا. لو جيت تنزل كده الخط ده كده هتلاقي نازل عمودي على الواو ديت. كلمه الواو ديت او النقطه واو دي معناها نقطه الاصل، هي اصلا صفر بصفر، صفر وصفر. طب لما اجي اطلع الاحداث بتاعت النقطه جيم هيبقى صفر وايه والنقطه جيم، فاحنا هنفرضها كانها صفر وس، صفر واطلع لفوق والسين ده يعني رقم. رقم ايه بقى؟ لسه ما نعرفش، لسه ما نعرفش. يبقى انا بفرض الاحداثي بتاع الجيم ديت كانها الصفر، ببدا من الصفر لان انا ببدا عند محور السينات، وبعد كده بطلع لفوق واشوف الجيم اللي هي النقطه ديت اللي انا ما اعرفهاش اصلا، فانا بفرضها بس. يبقى اقول له قبلها نفرض ان احداث النقطه جيم بصفر وس، واعمل جذر كبير، واعمل هنا اس 2 وهنا اس 2 وهنا ناقص وهنا ناقص، وبتساوي الالف والجيم. الالف 9 مع الصفر، الرقم الاولاني مع الرقم الاولاني، والصفر مع مين؟ مع السين. ركز مع بعض وما تتوهش مني. 9 ناقص 0 هي 9 اس 2 ب 81 زائد س اس 2 ب س اس 2. هساوي الاثنين ببعض، اقول له كده بما ان الالف باء بتساوي الالف ج، مش هو قايل لي كده في المعطى؟ هتساويهم ببعض. هساوي مين؟ ده بده. يبقى الجذر 81 زائد س تربيع هساويها بال 250، بجذر 225. أو هساويها بالإيه؟ بال 15. أنا عايز أتخلص من الجذر ده، فأقول له كده بتربيع الطرفين. أربع الطرفين، فلما تربع الطرفين ده الجذر ده يروح، لأن جذر في جذر إيه؟ يطيره. يتفضل له 81 زائد س تربيع بتساوي 15 أس 2 ب 225. بقت معادلة، دي تروح الجهة التانية بالإيه؟ بعكس الإشارة، يبقى 225 ناقص ال 81. يبقى س تربيع بتساوي كام؟ هتساوي 144. 144. طب تمام، هنا في س اس 2 اقول له ابقى عشان اطيرها، اقول له ابقى اخذ الجذر التربيعي للطرفين. س تربيعي يبقى اتفضل لي س. 144 هيديني كام؟ موجب او سالب 12. موجب او سالب 12. لان ده جذر تربيعي. طب انا اختار انهي بقى؟ الموجب 12 ولا سالب 12؟ اطلع كده واشوف الشبكه التربيعيه. أنا عندي هنا الشبكة التربيعية معمولة كده، تعالى امسح كل ده كده. شوف
ده الجزء الموجب من محور السينات، وده الجزء السالب، وده الجزء الموجب من محور السطات. يبقى هنا اختار ال 12 ولا سالب 12؟ اختار، اقول له اذن س بتساوي 12 12. يبقى هنا كانت النقطه بتاعت الجيم هنا هتبقى كام؟ 0 وايه؟ و12. يبقى طول الواو جيم باب كام بقى؟ ما هي دي بصفر و12، بصفر و12 يبقى ب 12 وحده طول. اقول له اذن طول الواو جيم بيساوي 12 وحده طول، ويا رب تكون فاهم المساله. طيب هنا بيقول المساله رقم 23 اذا كان محور تماثل الجيم د يمر بالنقطه الف حيث الجيم بكذا والدال بكذا، انا عايز القيمه بتاعت مين؟ تعالى نفهم المساله دي اصلا معناها ايه؟ بيقول لك محور تماثل الجيم د، يعني ايه جيم د؟ يعني مثلا انا عندي خط جيم د زي ده كده. انا عندي خط جيم د زي كده. قطعة مستقيمة مثلا أو خط مستقيم جيم د. قطعة مستقيمة. كلمة محور تماثل يعني في خط كده مرسوم، مرسوم كده. يعني نشوف ده كده. عمودي عليه. طب وبعدين؟ وفي هنا نقطة اللي هو بيقول عليها. النقطة مين؟ يمر بالنقطة ألف. دي الجيم د، أدي أنا رسمت الجيم د. جايب لي الإحداثي اللي هو الجيم بتلاتة وواحد، وجايب لي الإحداثي بتاع الدال سالب تلاتة وسبعة، والنقطة أ بستة وميم. بقول لك إن النقطة أ دي بتمر من على محور التماثل ده، فعايز قيمة الميم. أنت عارف المعلومة دي معناها إيه؟ إن النقطة أ بتمر من على محور التماثل أو تقع على محور تماثل القطعة المستقيمة جيم دال، معناها كده إن طول الألف دال هيساوي طول الألف جيم ألف. لأن الاتنين هيكونوا على بعدين متساويين. نفس البعد. نفس البعد. أقول له كده بما أن محور تماثل جيم د يمر بالنقطة أ، إذا جيم أ بيساوي إيه؟ جيم د. إذا جيم أ بيساوي إيه؟ جيم د. نفس اللي إحنا خدناه بالظبط، بس ليه فيها يعني المسألة دي فيها حاجة مختلفة بسيطة كده. فنركز مع بعض فيها. يبقى الجيم أ بتساوي إيه؟ الجيم د. يبقى أنت هتجيب طول الجيم أ وهتجيب طول برضو الجيم د. هتجيب طول الجيم ألف بالقانون بعده من نقطتين، برضو جذر هنا أس 2 زائد، وهنا برضو أس 2 هنا ناقص وهنا ناقص. تمام، تعالى كده نشوف الجيم والألف. هذا الجيم وده الألف، هاخد التلاتة مع الستة وآخد الواحد مع الميم. التلاتة مع الستة والواحد مع الميم. تلاتة ناقص ستة يديني تلاتة، أس 2 بيديني تسعة، زائد واحد ناقص ميم هي واحد ناقص ميم الكل أس 2. خلاص كده، خلاص ركز مع بعض، نركز مع بعض ماشي. تمام تمام كده قشطه قوي كده. نطلع الجيم ده برضو جذر اس 2 وهنا برضو اس 2 هنا ناقص وهنا ناقص بتساوي الجيم والدال. الجيم الف مع الجيم ألف مع الدال الف، معلش اسف انا قلت مع الدال الف او الالف ده، الجزء ده بيساوي الجزء ده. هنجيب الأول مع الأول والتاني مع التاني، الستة مع سالب تلاتة والميم مع السبعة. يبقى الستة مع سالب تلاتة سالب مع سالب اديني الموجب، والميم مع السبعة. دي ستة زائد تلاتة اديني تسعة، تسعة أس اتنين برضو هيبقى تسعة أس اتنين بواحد وتمانين، زائد ميم ناقص سبعة الكل أس ايه؟ اتنين. هساوي ببعض، هساوي ده بده. ركز معايا بالله عليك. يبقى جذر 9 زائد 1 ناقص م من كل اس 2 بتساوي جذر 81 زائد م ناقص 7 الكل اس 2. انا عايز اتخلص من الجذر ده، فعشان كده اقول له بتربيع الطرفين. لما تربع الطرفين الجذر ده يروح مع الجذر ده، اتفضل لنا 9 زائد ايوه 1 ناقص م من كل اس 2 بتساوي هنا برضو 81 زائد م ناقص 7 الكل اس 2. 1 ناقص 7 الكل ايه؟ ناقص 2. انا عايز افك القوس ده وعايز افك القوس الثاني ده. انا عايز افك القوس ده. يفك ازاي؟ ده هيتضرب في نفسه مرتين وده هيتضرب في نفسه مرتين، بعد كده ده في ده في ده. يبقى 9 دي زي ما هي، 1 في 1 بواحد، سالب في سالب بيديني موجب م في م بم تربيع، بعد كده ده في ده في ده. موجب في السالب يديني سالب، 2 في 1 ب 2 في م ب 2 م بتساوي، دي برضو زي ما هي زائد
ميم في ميم بيديني ميم تربيع، سالب في سالب بيديني موجب، 7 في 7 بيديني 49. بعد كده ده في ده في ده، موجب في سالب، موجب في سالب بيديني سالب، 2 في 7 ب 14، هتبقى 14 ميم. يبقى انا فكيت القوس ده وفكيت القوس ده، مفيش فيه مشكله خالص. طيب انا عايز لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا في ميم تربيع وهنا برضو ميم تربيع، يروحوا مع بعض. هنجيب الميمات على اليمين والارقام على ناحيه الشمال. سالب 2 ميم دي هتنزل زي ما هي، وال 14 دي تروح لها الجهه الثانيه بالموجب. بقت 14 ميم وهنا ناقص، يبقى زي ما هي طبعا، لان ال 14 دي اللي هتروح الجهه الثانيه. ال 81 دي زي ما هي، وال 49 دي زي ما هي. وهيجي لها هنا 9 ناقص 1، ال 9 زائد 1 10، هتروح الجهه الثانيه بسالب 10. 14 ناقص 2 يديني 12 ميم. وهنا 81 زائد 49 ناقص ال 10. تمام؟ هيديني 120. هقسم هنا على ال 12 واقسم هنا على ال 12. دي تروح مع دي، يبقى ميم بتساوي كام؟ 10. يبقى قيمة الميم بتديني كام في الآخر؟ 10. يبقى قيمة الميم بتديني 10. فكرة المسألة كلمة محور التماثل دي. مسألة ممكن تكون كبيرة شوية، بس هي سهلة. المسألة دي برضو يعني تحس المسألة برضو صعبة، بس هي برضو نفس الكلام سهلة برضو. قلت له يا مستر أنت بتقول سهلة عشان أنت حافظها أو أنت مثلا عارفها. لا طبعا، المسألة سهلة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن أفكارها خدناها النهاردة كتير. قال لي هنا الألف واو بتساوي ألف باء، ما خلاص بانت بقى. هتجيب طول الألف باء. طب والألف دي أصلا قيمتها بكام؟ الواو ديت نقطة الأصل بصفر وصفر. طب الألف هنفرضها كأنها بسين وصفر. بسين وايه؟ وصفر. انت فاهمني؟ يبقى هنفترض ان طول ديت بايه؟ بسين وصفر. وتطلع الناتج بقى. هنجيب طول الالف واو. جذر. وطبعا هي ممكن تطلع من غير جذر. يعني عشان نقطة الأصل هنا يبقى الالف واو يعني. عشان فينا نقطة الأصل هنربع دي ونربع دي ونجمعهم وناخد الجذر. س في س بس تربيع زائد صفر هي صفر، خد الجذر يديني س. يبقى س تربيع اخد لها الجذر يديني في الاخر ايه؟ س. حطها جوه مقياس، حطها جوه مقياس. تمام؟ يبقى تاني، يبقى هنا س انا ربعت ده عشان فين نقطه الاصل، فربعت ده وربعت ده وجمعتهم وخدت الجذر. س في س بس تربيع صفر وصفر وصفر، بقى س تربيع زائد صفر هي س تربيع تحت الجذر طبعا، واخد لها جذر يديك في الاخر ايه؟ س. طب طلع طول الالف بقى. جذر اس 2، جذر اس 2 هنا ناقص وهنا ناقص بتساوي. اخد الاولاني مع الاولاني، سالب 9 مع س، والتاني مع التاني 15 مع الصفر. دي هتطلع زي ما هي، جذر سالب 9 سالب س الكل اس 2، وال 15 دي اس 2 ب 225. هنساوي ده بده. قال له بما ان هو اللي قايل لي ان الالف باء الالف واو بتساوي الالف باء. الالف واو بتساوي الايه؟ الالف باء. هنساويهم ببعض بقى. يبقى الجذر سالب 9 سالب س الكل اس 2 زائد 225 وهساويها بالايه؟ بالس. مقياس س. طبعا احنا عشان تخلص من الجذر اقول له كده برضو بتربيع الطرفين. عشان تخلص من الجذر. جت الس دي في مقياس علشان الناتج اللي هيطلع لي ده انا لسه ما اعرفش اذا كان هيطلع بالموجب ولا بالسالب. وهنشوف دلوقتي. هنعرف ليه دلوقتي هنحطه جوه المقياس. هنا عشان اتخلص من الجذر فاقول هنا بتربيع الطرفين. فده الطرف نفسه مرتين سالب في سالب بيديني موجب 9 في 9 ب 81. هنا برضو سالب في سالب بيديني موجب س في س بس اس 2. بعد كده ده في ده في ده. موجب في سالب في سالب، سالب في سالب بموجب برضو 2 في 9 ب 18، 18 في س ب 18 س. زائد ال 225 بتساوي هربع ده كمان برضو يديني س تربيع. لو جبت لاحظ هتلاقي هنا في س تربيع يروح مع س تربيع ده. يفضل هنا 81 زائد 18 س
زائد 225 بيتفضل هنا صفر. 18 سنت دي زي ما هي، وال 225 تروح الجهه الثانيه، وال 81 برضو يروح الجهه الثانيه. يبقى 18 سنت دي زي ما هي، وهنا الاشارات هنا متشابهه، فعشان كده هنعمل ايه؟ هنجمع. هيبقى سالب كام؟ 6 306. هقسم هنا على 18 وهنا على 18، دي تروح مع ديت، فاقسم بتساوي كام؟ نمسك الحاسبه بتاعتنا، سالب 306 سالب 306 على 18 يديني سالب 17. طب قيمه السن هنا اصلا انا حاططها جوه مقياس، جوه مقياس، يبقى سالب س بتساوي سالب 17، هيديني في الاخر بره 17 وحدة طول. أو مش لازم على فكرة تعمل في مقياس، بس هتبقى 17 وحدة طول، مش هتبقى سالب 17. ليه؟ لأن دي أطوال، أنا عايز طول، أنا عايز طول، ركز معايا، أنا عايز هنا إيه؟ طول. يبقى قيمة السن ب 17 وصفر، ب 17 وصفر، يبقى في طول الحتة دي كلها على بعضها ب 17. بايه 17؟ لان ما ينفعش ان انا اقول طولها بسالب 17، لان دي اطوال، والاطوال ما ينفعش بايه؟ بالسوالب. يعني ما ينفعش ان انت تقول لي ده طول الباب ده بسالب 2 متر. سالب 2 متر ده يعني تحت الصفر، يعني ملوش طول في الحياه الطبيعيه عامه. فعشان كده احنا بنشيل الايه؟ السالب. اتمنى يا رب ان انتوا النهارده فهمتوا الكام مساله دولت، وان شاء الله نكمل في الحلقات الجايه، واشوفكم خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.